بدك تصبري علي شوي بموضوع الزواج. يعني أنا هلا ظروفي لسه ما مساعدتني، وأنت لساتك طالبة بالمدرسة بس لبين ما تخلصي دراستك. أنا رح استناك قد ما بدك، ورح ساعدك بأي شيء بدك إياه كمان. تساعديني؟ شو بدك تساعديني؟ رح أعمل أي شيء لحتى خليك تبعد عن بسمة وتكون إلي. لك لسه بسمة 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 بسمة، لك شو صار لك أنت وبسمة؟ بسمة ما بتعنيني، ماني شايفة. بس فهمني، ليش كانت عندك بالبيت؟ من كتر ما ترجتني، وأنا ما بدي أمها تشوفها معي. يا عمين حنان بعدين ما بقى بتصدقيها لبسمة ولا بكلمة بتقلك يا عم تفهمي؟ ما فيني ما صدقها لبسمة، ما بقدر. وليش بقى؟ حبيبي لأنه هي ما بتكذب علي مثلك. يعني أنا بكذب عليكي؟ حنان أنا بكذب عليكي؟ مو هيك، بس اسمع، صير أثبت لي إنك أنت ما حتكذب علي، خليها هي بنفسها تجي لعندي وتقلي هذا الزلمة تركني. منيح؟ لا مو منيح، وما رح أثبت لك شيء، الأيام هي بتورجيكي. أنا لازم أسحب له شوية مصاري من رصيدي ليامن، لازم، حرام يضل هيك. وعدته إني ساعده. لنشوف مين. الو اهلين بسمة. ايه يا مان، انا جاي لعندك على البيت. لا اليوم ما بقدر بسمة. ليش؟ في حدا عندك بالبيت؟ لا انا مالي بالبيت، انا عند رفيقي ومالي فاضي، ما برجع للمساء. بس ما عم بقول لك مالي فاضي وعندي عالم كثير مهمين، أول ما بخلص بحكيك. طيب يلا ماشي، باي باي باي. لك أنت لا عم تسمعي علي. ليك عم تحاكيني؟ أنا تضايقت منها لأنه على أساس تركتها بالمدرسة إنها تغطي علي وأنا أهرب اليوم، ماني عرفانة إنه بدها تشوفك. هي رفيقتك اللي كنتي عم تقولي لي إنه ما بتكذب عليكي ولا بكلمة، ليك عم كذبي عليكي؟ حبيبي أنا بصدقك أنت، بس هي هيك فجأة بتتصرف هيك، والله ما بتكذب علي بالعادة. مشكلتك هي حليها انت ورفيقتك. ايه بس هاد ما بيعني اني بشك فيك وفيها، ماشي؟ ولك وشكي شكي. فضيت ولا لسه؟ كنت بدي اجي لعندك اعطيك المصاري، سحبت لك من رصيدي. منيح يعني بيأدوك. لك ليش هيك عملتي؟ لك بس ما مجنونة انت، اكيد مجنونة. يعني مو معقول شوفك متضايق على مصاري وما ساعدك. حبيبي بدي تاخذهم وما تخليني ازعل منك ابدا. حبيبتي ما رح اخذ منك شيء، بكره بتروحي على البنك وبترجعي المصاري. لا يا سيدي ما رح رجع شي، واليوم جاي لعندك مشان اعطيك المصاري، مو على كيفك يا مان. جاي يعني جاي، بعدين انا بحبك. وانا بحبك حبيبتي، باي.